بسم الله الرحمن الرحيم. الشباب النهاردة هنتكلم عن محاضرة صغيرة كده. بعد ما تعرضنا لمفهوم الاكسيرجي وتطبيقاتها وحسابها سواء كان للمنظومة المفتوحة أو المنظومة المغلقة وعلاقة السكند لو افيشنسي بالفيرست لو افيشنسي سواء للآلة الحرارية أو لأي بروسيس والتعريفات العامة بتاعتها. فأول صورة بالنسبة لنا هي مجموعة المحاضرة ديت هي مجموعة من الصور تبين لنا فقط العلاقة أو الفرق ما بين انرجي دياجرام واكسيرجي دياجرام، ومنها بنفهم الفرق ما بين الانرجي اناليسيز والاكسيرجي اناليسيز. فاحنا كنا خدنا في المحاضرات اللي فاتت ان الورك لوست الشغل الضائع او اللوست افيلابل ورك اللي هي الفقد في الشغل المتاح او كان متاح لكن فقد، وبالتالي كنا بنقول عليه الورك لوست او بمفهوم عام هو اللا انعكاسيه اللي هي الريفيرسابيلتي اللي هي كانت بتساوي التي نود في اس جينيريشن، لان اس جينيريشن ده او الانتروبي المولده هي السبب او اس الفساد في الاجهزه الهندسيه عموما. طالما تولدت انتروبي حصل فيه مشاكل. فانا عندي الورك لوست كنا بنقول ان دايما ان هو موجب، دايما هو موجب، ما اقدرش اقول الريفرسابيلتي قيمه سالبه، لا، سواء كانت آلة منتجة لشغل أو آلة محتاجة شغل. آلة منتجة شغل احنا تعودنا ان هي المحرك الحراري هيت انجن أو التربينة بكل صور التربينة، إذا كانت تربينة بخارية، إذا كانت تربينة غازية، إذا كانت تربينة مائية. والآلات اللي بتحتاج شغل هي كانت عبارة عن أجهزة التبريد او المضخات او الكمبروسر، كل ديت الات ايه محتاجه شغل ايه علشان تقوم بالدور بتاعها. فسواء كانت الالات المنتجه شغل producing work او work producing system منظومات انتاج شغل، او work absorbing system منظومات امتصاص شغل، دايما الشغل الورك لوست بوزيتيف، لان المعادلات اللي عندنا كانت بتقول لي الورك لوست اللي هي عبارة عن التينو في اس جينيريشن دايما عبارة عن الورك ريفيرسابل ماينس الورك يوسفول او الورك اكشوال. فالآلة اللي بتنتج شغل الشغل الانعكاس بتاعها دايما اكبر من الشغل الايه الحقيقي او الشغل المستفاد بسبب المشاكل اللي بتحدث داخل الآلة. إذا الريفيرسابيلتي أو الورك لوست بيساوي الورك ريفيرسابل ماينس الورك أكشوال أو الورك يوسفول. فالآلة اللي بتنتج شغل دايما الورك ريفيرسابل زي ما هو موجود على الرسمة قدامنا كده أكبر من الورك إيه؟ يوسفول. فإذا الورك لوست قيمة كبيرة ماينس قيمة صغيرة فيديني دايما قيمة موجبة. أما نيجي نروح من الآلات أو المنظومات اللي بتمتص شغل، هو ايضا التعريف ما يتغيرش ان الورك لوست هيساوي الورك ريفيرسابل ماينس الورك اكشوال. فالورك ريفيرسابل اهو دايما للاله اللي بتحتاج شغل اقل من الورك اكشوال او الورك يوسفول. فهنا مثلا سي مثلا لو انا اديت ارقام سي هنا مثلا ماينس 20 ماينس ماينس 40 يبقى الناتج هو بوزيتيف 20. يبقى الورك لوست للمنظومات اللي بتحتاج شغل برضه ايه قيمه موجبه. فبيقول لي دبليو اند دبليو ريفيرسبل كان بي ايزر بوزيتيف اور نيجاتيف. الشغل اليوسفول ورك او الريفيرسبل ورك ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب، موجب للاله اللي بتنتج شغل وسالب بالنسبه للاله اللي بتحتاج شغل. لكن وير از ورك لوست كان اونلي بي بوس دايما قيمه موجبه. حتى احنا لما نيجي نبص هنا في المعادله اللي هي تعريف الورك لوست
اللي هي الريفيرسابيليتي اللي هي بتساوي تي نوت في اس جينيريشن. تي نوت ابسوليوت كلفن اذا موجبه، اس جينيريشن هتكون موجبه، فاذا موجب مع موجب اديني ايه قيمه ايه موجبه. ده كان بالنسبه اول صوره بالنسبه لنا. الصوره الثانيه بتقول لي تمبريتشر انرجي دايجرام فور هيت انجن سايكل. انا عندي آلة حرارية، الآلة الحرارية ديت بتسحب كمية من الحرارة من خزان حراري ذو درجة حرارة مرتفعة تي هاش، كمية الحرارة الكيو هاش، بتنتج شغل وبتفقد او تطرد جزء من الحرارة اللي جاية لها، اسمها الكيولو او قيمتها تيولو عند خزان حراري او بلوعة حرارية ذو درجة حرارة منخفضة تيلو. ده علشان القانون التاني، فعندك الكيو هاي وعندك الكيولو وعند ايه الشغل، ده ايه البرامترات اللي موجودة على الآلة الحرارية. اما اجي امثل تمبريتشر كمحور رأسي والانرجي كمحور افقي، انا هاجي هنا عند تي هاي ادي كمية الحرارة، الخط الافقي ده بيمثل لي كمية الحرارة اللي داخلة لي الالة الحرارية، وعند التي لو ادي المسافة الصغيرة ديت اللي بتمثل لي الكيولو ريفيرسبل. لو انا بدأت الرسمة بتاعتي من عندي زيرو ابسوليوت كلفن وكانت تي لو ايضا ابسوليوت كلفن وتي هاي، فانا لو وصلت من نقطه الزيرو الى الكيو هاي هذا الخط المستقيم اللي بيعمل لي مثلث قاعدته الكيو هاي، والفرق ما بين الكيو هاي والكيو لو هي عباره عن الورك ريفيرسبل. يعني لو الاله ديت بتعمل بصوره انعكاسيه الفرق ما بين الكيو هاي والكيو لو ادي الورك ريفيرسبل. لكن لما اجي هنا ابص نفس الدايجرام اهو، الاله ما بتنتجش، ما بقدرش اخد منها الورك ريفيرسبل، باخد منها جزء اقل شويه من الورك ريفيرسبل وليكن دبليو. الفرق ما بين دبليو وما بين دبليو ريفيرسبل هو الايه الورك لوست. في السلايد اللي فاتت كنا بنقول الورك لوست بيساوي الورك ريفيرسبل ماينس الورك يوسفول، فاذا دي مسافه بتمثل لي الورك لوست اللي هي المسافه ده، اذا الجزء الباقي ده هوت هو ده الجزء اللي بيمثل لي الورك ايه يوسفول. ودي كانت عباره عن مثلث القاعده بتاعته تي لوست والارتفاع بتاعه هو تي لو والزاويه بتاعته كانت عبارة عن تان ماينس وان اس جينيريشن. يبقى ده دايجرام. ممكن يجي لك سؤال، ممكن يجي يقول لك ارسم تمبريتشر انرجي دايجرام فور هيت انجن سايكل، يبقى مطلوب منك ترسم لي الهيت انجن وتوضح لي المثلثين ده همت، المثلث للورك ريفيرسبل والمثلث اللي ايه ما يكون فيه، توضح لي ايه فين الورك لوست وفين الورك اكشوال اللي هو مجموعهم كان الورك ايه ريفيرسبل. طيب ده هيت انجن سايكل، ده كان تمبريتشر انرجي. طيب قلنا جزء بيضيع نتيجه الاكسيرجي ديستراكشن اللي هو بالنقط دهوت، والجزء الثاني ده اللي هو فعلا ايه ده الشغل المستفاد اللي هي الايتا 2 في الاي كيو هاي، لان السكند لو افشنس يا شباب معرفه ان هي طاقه على طاقه بس الاثنين من نفس الدرجه، فطاقه ميكانيكيه على طاقه ميكانيكيه، ادي الاكسيرجي اللي داخل مش كل الحراره، لا الجزء اللي هو الاكسيرجي من الحراره وادي الاكسيرجي اللي خارجه، بس ده مش كل اللي دخل ده هستفاد بيه، انا استفدت بيه جزء من ايه منه بيمثل السكند لو افشنسي والباقي كان اكسيرجي ديستراكشن. يبقى ده هوت كان مقارنه ما بين الفيرست اند السكند لو افشنسي اوف هيت انجن. طيب احنا شفنا ايه
الدورة الأولى وهي دورة الآلة الحرارية. طيب نشوف إيه ليه الريفرجريشن سايكل، دورة التبريد. دورة التبريد هي آلة بتاخد حرارة من وسط درجة حرارته أقل إلى وسط درجة حرارته أعلى، ومحتاجة شغل، محتاجة شغل. فمثلثات بتاع التمبريتشر انرجي كانت بادئة برضو بالزيرو ابسوليوت كلفن او زيرو كلفن، وبعدين تي لو، وبعدين تي هاي. آلة التبريد او التلاجة كانت هتسحب كمية من الحرارة مقدارها الكيولو، عشان تسحبها كانت محتاجة ورك ريفيرسبل بقيمة معينة، مجموع الاتنين دول هو نفس الكيو هاي ريفيرسبل طالما مفيش ايه مفاقيد. يبقى ده كان تمبريتشر انرجي للحالة الانعكاسية. طب الحالة الحقيقية، لا في مشاكل، انا عشان اسحب كيولو احتجت شغل اكبر شوية اللي هو الورك، اكبر من الورك ريفيرسبل، لان دي آلة تحتاج شغل. فالكمية دهيت ان انا زودت شوية اللي هو كان بيمثل لي الورك لوست، لما اطلع فوق كده اهوت هلاقي دي الكمية اللي زادتها، وبالتالي المثلث دهوت اللي هو كان هناك في الآلة الحرارية كان الورك لوست، على فكرة كنا بنمثله تحت هنا عند التيلو في المضخة، لا انا بمثله في التلاجة، لا انا بمثله هنا فوق في عند الكيو هاي. ده تمبريتشر انرجي ديجرام فور ريفرجريشن سايكل. طيب عايز اشوف برضو ده الاكسيرجي ديستراكشن اهوت، وديت ايه الاي كيو لو، ده الريفرجريتور. طيب الهيت بامب نفس الاداء، هنا اي كيو لو وهنا ورك طول الكيو هاي. لكن كان في الهيت بامب كان الكيو ديزايرد او كميه الهدف من الهيت بامب هو ايه؟ الحفاظ على درجه حراره وسط ذو درجه حراره مرتفعه، يعني الكيو هاي هي الايه؟ هي المستفاده مش الكيو لو. فكان داخل هنا ايضا شغل عباره عن ناقص اي بسيرج للشغل، هو كل الشغل لان الشغل الميكانيكي كله بيتحول الى اكسيرجي. هذه الكميه من الاكسيرجي جزء منها ضاع كاكسيرجي ديستراكشن، وجزء استفدت بيه اللي هي ناقص الاي كيو هاي اللي هي 1 ناقص تي لو على تي هاي في الكيو هاي. ده كان ايضا انرجي كونسرفيشن فيرسس اكسيرجي ديستراكشن ديورينج هيت بامب. دي كانت مجموعه الصور اللي انا كنت عايز ايه اوريها لكم، تطبيق على غلاية تربينة كوندنسر مضخ بامب. الغلاية دي بيمثلها بهيتر على السايكل، وادي التربينة وادي الكوندنسر وادي الايه ادي البامب. دورة رانكن الطاقة اللي داخلة ليها هي الاكسيرجي من الكيو هاش. احنا طبعا دلوقتي خلاص بنتكلم عن الاكسيرجي مش الانرجي. يبقى الاكسيرجي من الكيو هاش دخلت الهيتر، ايه اللي حصل؟ في جزء ديستراكشن وجزء التاني هيعدي عند نقطة التلاتة. قيمته عبارة عن ايه؟ ام ماس فلو ريت في الاكسيرج عند تلاتة. يبقى هتشوف الكونديشن عند تلاتة ناحية البريشر ناحية التمبريتشر، هتشوف الايه؟ الاتش تلاتة والاتش نود والايه؟ اس تلاتة والاس نود والتي نود، وتقدر تحسب الاكسيرجي النوعية عند نقطة التلاتة، تضربها في الماس فلو ريت بتاع الستيم يديك كل الاكسيرجي اللي طالع من عند نقطه الثلاثه. كل الاكسيرجي ده عند ثلاثه راح للتربينه، هاي التربينه حولته كله لاكسيرجي خارجه؟ لا، هي خرجت كميه اسمها اكسيرجي ورك تربين، والجزء فيه جزء ضاع اكسيرجي ديستراكشن، وجزء مشي مع البخار اللي خارج من التربينه رايح للكوندنسر عند نقطه اربعه. ايضا اقدر احسبه من معرفتك ليه الكونديشن عند نقطة 4، تقدر تحدد اتش 4
وتحدد اس 4 ومعرفه اتش نود واس نود، تقدر تحدد الاكسيرج النوعيه عند 4 تضربها في الماس فلوريت هديني كل الاكسيرج اللي داخله الكوندنسر مع البخار. وفي جزء تاني الاكسيرج بتاع التربينه اللي انا خدته بره، وجزء ضاع موجود بهذا الشكل. البخار هيدخل للكوندنسر بحاصل ضرب ام دوت في اكسيرج عند نقطة 4، جزء هيضيع وجزء هيكمل في الدورة هيروح عند نقطة 1. ايضا بتاع معرفتك للكونديشن عند نقطة 1 تقدر تحدد سبيسيفيك اكسيرج عند نقطة 1 تضربها في الماس فلويد يديك الاكسيرج كلها. هل ده هو اللي هيخش للبويلر؟ قال لي لا، ده التربينة المضخة هيمر يروح للبويلر عبر الايه او الهيتر عبر البامب. البامب دي جاي لها شغل عبارة عن ماينس الاي وورك بامب. جاي منين الاي ماينس وورك بامب؟ جاي من اهو، فده ما هوش الشغل الصافي. لو طرحت منه الاكسيرج بتاع اللي رايح للبامب اللي هو ده هيديني الايه الورك نت، وبعدين مجموع الاتنين ده يدخل مع السريان اللي داخل الهيتر عشان يتجمع مع الاي كيو اللي هي ايه اللي هي جايه دي. فديت ايه عمليه اتزان للاكسيرجي. بيقول لي اكسيرجي ويل، عجله الاكسيرجي ديجرام فور ا باور بلانت ويز ا سمبل رانكن سايكل، يعني دي دوره رانكن البسيطه عمل لها طاره او دوره ديجرام سريان الاكسيرجي ستيدي فلو بروسيس كان بهذا الشكل. ايضا بالنسبه لي الريفرجريشن سايكل دوره التبريد نفس الكلام، كان مكون من كوندنسر وورك كومبروسر ايفابريتور ثروتلينج فالف نفس الكلام. الشغل داخل الكومبروسر في جزء هيضيع اللي هو اكسيرجي ديستراكشن او الورك لوست، والباقي في الكمبروسور هيلتحم مع السيرج اللي جاي عند نقطة 1 مع وسيط التبريد عشان يطلع ام دوت في السيرج عند نقطة 2 اللي هي داخل الكوندنسر. الكوندنسر بيحصل ايه؟ في جزء بيضيع ورك لوست عشان يطلع عند نقطة 3، 3 تدخل للثروتل ثروتلنج بروسيس، جزء منه بيضيع والباقي بيدخل للايفابريتور عند ام اكس اي 4، جزء بيضيع وجزء تاني بيسحب كيولو ويكمل الدوره بتاعتي بهذا الشكل. كده مجموعه الصور عندنا كده خلصت. هنتعرض لبعض امثله او شيت رقم 2 اللي هو افيلابل انرجي فور اوبن سيستم. هنتناول مع بعض حلول بعض المسائل. على سبيل المثال يعني مجموعة تقريبا 3-4-5 مسائل. اول سؤال او اول مسألة بسيطة جدا، بقول لي اير انتر ذا كومبروسر اوف جاز تيربين ات 19.5 كيلو باسكال ات 15 ديجري سليزيوس وذ فيلوسيتي اوف 140 متر بير سكند. The air leaves the compressor at a pressure of 400 kilopascal and 200 degrees Celsius and a velocity of 70 meter per second. The process is adiabatic. Calculate the reversible work and the reversibility per kilogram of air for this process. مسألة منتهى البساطة، كومبوننت بسيطة قوي، لأن ممكن بعد كده مسائل تكبر معنا وتبقى دورة كاملة وتحتاج الحاجات دي كلها للدورة الكاملة. كومبروسر بيسحب هواء عند 95 كيلو باسكال و 15 درجة وسرعة 140 متر بير سكند. الهواء بيغادر الكومبروسر عند 400 كيلو باسكال و 200 درجة و 70 متر بير سكند. الإجراء ده كان أدياباتيك، عايز يحسب ريفيرسبل وورك ولا انعكاسين. ريفيرسبل وورك بساي 2 ماينس بساي 1 دايما كده. طالما احنا هنشتغل بقى بإكسيرج أناليسيس يبقى الريفيرسبل وورك بيساوي الأفيلابيليتي عند 2 ماينس الأفيلابيليتي عند 1.
اتش عبارة عن اتش اتنين ناقص اتش واحد ناقص سي نوت في سي اتنين ناقص اس واحد زائد سي اتنين تربيع ناقص سي وان تربيع على اتنين. وطالما انت شغال اير هوا وبتعتبره غاز مثالي نقدر نعوض عن الانفصال بالسي بي في التي. فاذا هتبقى السي بي في تي اتنين ناقص سي واحد ناقص سي نوت في السي بي لين تي اتنين على تي واحد ناقص ار لين بي اتنين على بي واحد زائد السي اتنين تربيع ناقص سي سي واحد تربيع على اتنين في الف عشان احول ايه من جول بير سكند الى كيلو جول بير سكند. فيطلع لي ان هو الايه هعوض طبعا بكل القيم دي موجوده. انا طبعا مش كاتب بقى التعويض, انت بقى ايه هتعوض, هيطلع لي الرقم ده اللي هو 153.8 كيلو جول لكل كيلوجرام. ده الورك ريفرسبل اللي تم استخدامه في الايه في الكمبرسور. الريفرسابيلتي عباره عن تي نوت في اس جنريشن. طب اس جنريشن فين؟ عباره عن اس 2 ناقص اس 1 اللي هي عباره عن سي بي لين تي 2 ناقص سي 1 ناقص ار لين بي 2 على ايه بي 1. فهتطلع لي ايه القيمه ديت. مساله ثانيه بيقول لي كونسيدر ذا كومبرسور اوف جاز تيربي ان ويتش اير انتر ات امبيانت كونديشن 100 كيلو باسكال و5 درجه وليفز 400 كيلو باسكال. كفاءه الكمبرسور كانت 84%. احسب شغل الضغط, احسب شغل انعكاسي لتغير الايه الحاله, واحسب الانعكاسيه اللي تمت الاجراء لكل كيلو جرام من الهواء. انت عندك ايه مديك الكفاءه بتاع الكمبرسور عباره عن تي 2 ناقص تي 1 على تي 2 ناقص. طبعا انت هترسم لي السكتش بتاع الاجراء دهوت على منحنى التي اس دايجرام, وتحدد لي البي 1 والبي 2 والخط اللي ايه الايزنتروبيك بروسيس والبروتروبيك بروسيس عشان تطلع ايه تي 2. تي 2 داش بيساوي تي 1 بي 2 على بي 1 بس كي ناقص 1 على تي, هتطلع بقيمه معينه وهتاخد التي 2 داش تعوض بقى هنا بمعلومه التي 1 والكفاءه تطلع التي 2. ورك كومبرسور بيساوي السي بي في تي 2 ناقص تي 1 ده الاكشوال, هيطلع بقيمه معينه 161.65% كيلو جول لكل كيلوجرام. طب الورك ريفيرسبل عباره عن ابساي 2 ناقص ابساي 1 عباره عن السي بي في تي 2 ناقص تي 1 ناقص تي نوت في 2 ناقص اس 1. يعني السي بي في تي 2 ناقص تي 1 ناقص تي نوت في السي بي لين تي 2 على تي 1 ناقص ار لين بي 2 على بي 1, طلع لي الكلمه دي 141.2. الريفرسابيلتي بيساوي الورك كومبريشن ماينس الورك ريفرسابل, هتساوي ايه القيمه دي 20.42% كيلو جول لكل كيلو جرام. المساله الثالثه بيقول امبيانت اير ات 100 كيلو باسكال و 300 كلفن از كومبريسد ايزنتروبيكالي ان ستيدي فلو ديفايس تو 8.10 ميجا باسكال. ديترمين the work input to the compressor, عايز يحسب شغل الايه داخل الكمبرسور. the exergy of air at the compressor exergy, عايز يحسب الاكسيرجي للهواء عند مخرج الايه الكمبرسور. وبعد كده عايز يحسب الاكسيرجي of compressed air after it is cooled to 300 كلفن at 8.10 ميجا باسكال. وبعد ما الهواء خرج من الكمبرسور عند 8.10 ميجا باسكال برده رجعه تاني لدرجه حراره 300 كلفن, عايز يحسب الاكسيرجي ايه عند هذه الايه الظروف. طبعا هو ايه مديني هنا البروبرتس بتاعت الهواء. احنا ممكن طبعا بنبقى ايه ندي لك الار للهواء السي بي اي ايه بارامترات انت محتاجها. وطبعا انت ايه الحاجات الهواء ديت ايه المفروض ان انت تبقى عارفها, لكن مثلا لو اعطاك اي وسيط اخر غير الهواء لا ايه يجب ان احنا ايه علينا ان احنا نديها لك. بيقول لي فور ذا كونستنت سبيسيفيك هيت ايديال جاز ازوتروبيك ريليشن تي 2 على تي 1 بيساوي 2 على بي 1 بسكي ناقص 1 على كي, هيعوض يجيب لي تي 2 لان هو قال ان الاجراء ايزنتروبيكال مباشره. سي دي فلو ايزنتروبيك كومبريشن بروسيس ورك كومبرسور انلت يساوي الكي في الار في التي 1 على الكي ناقص 1. الكي في الار في التي 1 على فكره كانت البي 1 في 1, يعني هو القانون كان عباره عن بي 2 في 2 ناقص بي 1 في 1 على كي ناقص 1. هو ايه عشان ما عندوش الايه السبيسيفيك فوليوم فايه عوض عنها بدلاله الايه ان البي في الفي بيساوي الكي في الار في التي, او البي في الفي بيساوي الار في التي, هيعوض هيطلع له ايه الورك كومبرسور
ده اللي هو الايه الشغل الحقيقي لده. بيقول زي سيرجي اوف ذا اير از ذا كومبرسور اكزيت السمبل تو ذا فلو سيرج از اكس ستيت بساي 2 بيساوي اتش 2 ناقص اتش نود ناقص تي نود في اس 2 ناقص اس نود زائد الفي 2 تربيع على 2 زائد الجي في زد جي زد 2 كينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي بيساوي ايه صفار. وعندنا اهوت ازونوتروبيك يبقى كمان جزء اس 2 بتساوي اس ايه نود. اذا هيساوي السي بي في تي 2 ناقص تي نود هيساوي القيمه دي ديت الايه تسيرجي عند مخرج الكمبرسور. بيقول لي which is practically the same as the compressor work input اللي هي نفسها عباره عن شغل الايه اللي داخل الكمبرسور. ليه؟ لان الاجراء ايزونتروبيك زي اكسيرجي اوف كومبريسد اير ات 8 من 10 ميجا باسكال ابساي 3 بيساوي اتش 3 ناقص اتش نوت ناقص تي نوت في اس 3 ناقص اس نوت زائد في 3 تربيع على 2 زائد جي في زد 3 ايضا الكايناتيك والبوتنشال بيساوي صفر. و التي 3 اللي هي 300 كيلو باسكال والتي نوت كانت 300 كيلو باسكال ده بيضيع اذا هندينا ناقص تي نوت في اس 3 ناقص اس نوت. اس 3 ناقص اس نوت هيساوي سي بي لين تي 3 على التي نوت ناقص ار لين بي 3 على البي نوت ده بيساوي صفر لان دي 300 كلفن ودي 300 كلفن اذا هيطلع لنا اهوت ناقص ار لين بي 3 على البي نوت هيساوي ناقص 287 من 1000 في 800 على 100 اديني ناقص القيمه دي. اذا الورك ايه او ابساي 3 سوى ناقص اللي هي كانت موجوده من المعادله في 300 القيمه دي يطلع لي 179 كيلو جول لكل كيلو جرام. ده كان ايه السؤال مسألة التالتة. المسألة الرابعة بقول لك كوميريكال لاندري ريكوايرز ا هوت ووتر سبلاي اوف 2.5 كيلو جرام بير سكند ات 85 درجة. في غسالة تجارية بتحتاج مصدر مية عند 85 درجة ومعدل 2.5 كيلو جرام. مصدر هذه المية او الخليط ده هوت كان جاي بخلط This supply is to be produced in the steady flow process by mixing the 10 درجة water supply with steam supplied from a boiler as saturated vapor at 1.1 ميجا باسكال برشر. خليط من بخار جاف مشبع جاي من عند بويلر عند 1.1 ميجا باسكال ومية جاية عند 10 درجة مئوية. Determine the rate of irreversibility of the mixing process عايز يحسب اللاين الانعكاسيه اللي بتحدث في اجراء الخلط. هنا في الحاله ديت ده عادي خالص ستريم جاي رقم واحد وستريم متخلط مع ستريم اخر رقم اتنين وهيطلع ايه بستريم رقم تلاته. اذا عندك كونديشن واحد وكونديشن اتنين وكونديشن تلاته وعندك كونديشن ديت ستيت عايز بقى ايه تخش الجدول بتاع البخار اللي هيبقى المفروض معاك وهتطلع لي الخصائص بتاع ايه السريان سواء سريان واحد او اتنين او تلاتة والديت ستيت من جداول. ادي ستيت واحد مية كانت عند 10 درجة واكس بتساوي صفر هتطلع اتش واحد واس واحد. ستيت اتنين كان بخار جاف مشبع ادي ساتوريتد فيبر عند بي اتنين واحد بار هتطلع اتش اتنين واس اتنين. ايضا عند ستيت تلاتة عند 85 درجة واكس بتساوي صفر تطلع اتش 3 واس 3 والديت ستيت اتش نوت بيساوي كذا واس نوت بيساوي كذا اللي هي عند ايه 5 عند 10 درجة ايه مئوية. او اسف الديت ستيت هو مش مدهاني فهو كنا احنا قلنا في المحاضرة ان احنا ايه لو ما اعطلتش الديت ستيت فتعتبرها 25 درجة مئوية وضغط واحد ايه بار. ماس بالانس ام واحد زائد ام اتنين بيساوي ام تلاتة. انرجي بالانس ام واحد زائد اتش واحد زائد ام اتنين اتش اتنين بيساوي ام تلاتة اتش تلاتة. باستخدام المعادلتين دول هتحلهم مع بعض هتطلع ام واحد وتطلع ام اتنين بدات اتش واحد واتش اتنين واتش تلاتة اللي انت حسبتهم قبل كده. وبعدين تقول لي ابساي واحد الستريم رقم واحد سيرجي او سبيسيفيك سيرجي للميه اتش واحد ناقص اتش نود ناقص تي نود في اس واحد ناقص اس نود هتطلع القيمه دي. اكسيرجي للبخار
اللي هو ستيم رقم 2 اتش 2 نص اتش 1 نص سين في ست نص اس يطلع القيمه دي. الاكسيرجي للخليط اتش 3 نص اتش 1 نص سين في اس 3 نص اس يدينا القيمه دي. اكسيرجي ديستركشن هيساوي مجموع اللي داخل نص اللي خارج. داخل 50 خرج 30 يبقى الديستركشن طلع ده 20. ادي اللي داخل ام 1 ابساي 1 زائد ام 2 ابساي 2 نص ام 1 زائد ام 2 ابساي 3. المعادله دي لما تعوض ب ام 1 وام 2 وابساي 1 وابساي 2 وابساي 3 هيطلع لي ايه 718.74% كيلو وات. المساله الاخيره في المحاضره ديت بول ستيم ات 1.6 ميجا باسكال 300 درجة انتر فلو ديفايس وذ نيجليجبل فيلوسيتي اند ليفز ات 1.1 ميجا باسكال و 150 درجة والفيلوسيتي 150 درجة. يعني بول في سريان مستقر داخل عند 1.6 ميجا باسكال و 300 درجة وسرعة مهملة. خرج ب درجة حرارة 150 وضغط 1 بار اللي هو 1.1 ميجا باسكال وسرعة 150 متر بالسكن. اثناء السريان هيت انتر اكشن اوكور اونلي ويز سراوندنج ات 15 درجة. الحرارة تبدلت مع الوسط الخارجي عند 15 درجة. اند ستريم ماس فلو ريت از 2.5 كيلو جرام برسكن. استيميت ذا ماكسيمم بوسبل اوتبوت فروم ذا ديفايس. عايز يحسب اقصى شغل ممكن اخده من هذا الجهاز. هنطبق معادلة السيدي فلو انرجي كويشن مع اهمال سرعة الدخول لانها مش موجودة والتغير في طاقة الوضع. ورك ماكسيمم بيساوي اللي هي ابساي اتش 1 ناقص تي نوت في اس 1 ناقص اتش 2 زائد سي 2 تربيع على 2 ناقص تي نوت في اس 2 اللي هي عبارة عن اتش 1 ناقص اتش 2 ماينس تي نوت في اس 1 ناقص اس 2 ناقص تي نوت تربيع على 2. اتش 1 اتحسبت من عند 1.6 ميجا باسكال و 300 درجة و اس 1 ايضا و اتش 2 و اس 2 و جيفن تي نوت 288 درجة. هيطلع لي الورك ماكسيمم بعد ما اعوض هيطلع لي سبيسيفيك وورك ماكسيمم 457.1 كيلو جول لكل كيلو جرام. اما اضربه في 2.5 يقوم يطلع لي ايه القيمة دي. شكرا والى اللقاء في محاضرة ايه اخرى باذن الله.